En 2020, nous avons dépensé presque 2,3 millions de dollars en investissement, surtout dans l'exploration et la production, c'est les investissements de CIPEX. إذا يكون فيه طلب إضافي، نقول دائما في حال ما إذا يكون فيه طلب إضافي على الغاز الجزائري، الإمكانية تلبية هذا الطلب ما تكونش فيه إشكالية، لأنه عندنا المدغاز لليوم تقريب السعة نتاعو حوالي 10.5 مليار متر مكعب، عندنا تميع الغاز، وحدات تميع الغاز اللي عندنا موجوده، يعني لا كاباسيتي نتاعها، السعه نتاعها متوفره، يمكن نلبيو الطلب الاسباني دون اشكاليه، لانه تكلمت انه خذينا كل الاحتياطات اللازمه. اذا تكون فيه ما يكونش فيه تجديد لعقد الامتياز تاع جي بي دي اف، الانبوب العابر للمغرب، ما راحش ياثر حتى لو يكون فيه طلب اضافي اسباني على الغاز الجزائري.